البارحة كان هو اليوم الوحيد اللي ضافت به الشركة كذبة ابريل، والكذبة كانت عبارة عن كل ما تموت تقدر ترجع للجولاج، واذا تفوز بالجولاج تقدر ترجع مرة ثانية. يعني كل ساعة يرجعك للجولاج، واي مرة تفوز انت بالجولاج راح يرجعك مرة ثانية. بصراحة هذه الكذبة لو حقيقة كان صارت فد اضافة خرافية باللعبة، لان باخر الزون راح يكون دائما اللاعب الاقوياء مو الكمبرية. بس كالعادة الشركة تسوي اي شيء اللاعب ما يريده. واليوم سووا شغلة جديدة، انه ضافوا الايستر ايجز، راح تلقون على شكل صناديق اصوات المميزة، يكون بهذا الشكل. من تفتحها راح تحصل اسلحة الايستر ايجز كلها، يعني كل مرة تفتحها راح يطلع لك كونتراكت بيسلح من اسلحة الايستر ايجز اللي الناس قضوا ساعات يابو ساعات يحلون بهذني الايستر ايجز على مود يحصلون واحدة من هذين الاسلحة. وانا دا اشوف شيء كل السخيف، ودا يضيع التعب ماله هواي ساعات لهواي ناس، ويجون ناس ثانيين يحصلون هذه الاشياء على الحاضر، وبنفس الوقت ما راح تكون اشياء نادرة واحد يتميز بيها. واما الشغلة الثالثة اللي انا لاحظتها وبعض الناس هم لاحظوها، انه مرات راح تشوفون صواريخ بالسماء تروح تجي يمنى تجي يسرى، واطلاقات الصواريخ هذه تستمر مده كلش طويله. ورا فتره صغيره راح يطلع لك علامه تحذير جوا انه احتمال بمكان، وهاي المستوى الخطر صار ليفل 2، وهذا الشيء قبل طالع لي بس كان مستوى الخطر واحد ليفل 1. واما هسه ورا ما صار ليفل 2 تضاعفت الصواريخ، قبل كان يطلع لي صواريخ كلش قليله، اما هسه فالصواريخ صارت بكل مكان وكلش قريبه عليك عباك تريد توقع على راسك. الصراحه شعور خرافي، يعني هذا الشعور مع الصواريخ اللي تجي فوق راسك يعني عبالك شوي وترك ويطفي فد لمسة خرافية للعبة. فكلش متحمس ورا ما راح يصير مستوى الخطر ريفل 3، ما اعرف ايش راح يصير، ويمكن فد مستوى معين راح يصير مستوى كلش قوي، راح تبدي الصواريخ صدق توقع فوق راسك يعني بعد ما اي شغل. وك بعد معلومات هواية لازم اقول لكم عليها، معلومات عن تحديث الاسبوع الجاي، ومعلومات عن يوم الحدث وش راح يصير بالضبط. بس ادري بيكم انتم ما تحبون الفيديو اللي اشرح بيه كل شوية وتريدون تشوفوا حمس، وان شاء الله على الفيديو الجاي راح نعطيكم باقي المعلومات. وهسه خليكم ويا جيم كامل بكلات كلش حاليه، وهو سولو طبعا، انتم راح تتونسون عليه كلش هواي لانه كله عباره عن لقطات وحمس كارثي يبدي من بدايه الفيديو لحد نهايته. وبنفس الوقت راح تستفادون من طريقه لعب بالسولو. وكالعاده اذا عجبك الفيديو تقدر تسوين لايك، ادري بيكم تقدرون توصلون هذا الفيديو 3000 لايك خلال يوم واحد. وما سفريتكم تستمتعون بباقي الفيديو زين، ومع السلامه. كل استهزم بعليه ماتي خرج تقدر واحد فوق هاي هذا سلاح معوق، هذا سلاح معوق. ترى ايمي كلش زباله، ايش بيه؟ او ديل طبعا صار لكم تارك اللعبه، واليوم دا العب ذره، ما دا العب اللعبه اصلا. عليهم مات يا 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 شلون؟ بي ادفايز يو اي في از بينجو فيول، ار تي بي فور ريسبلاي. اوكي والله كلش حلو هسه. فوك اوف، بعدك واحد شان مو؟ انا غلطان. هذا الواحد باع اللون يخبل صار. مو كلش. شنو هاي؟ وين الذهب يا معودين؟ عبالي راح العمي، بعد ما راح انعمي. يا بحس لين ماتي تعبان. والله تعبان لين مالتي. الله. هلو بيبي. وينه؟ اوكي، يعني هسه اذا نطلع
هيكون قدام مباشرة. طالنا ساعة قاتلنا اخي. لسه والله اكو هواي ناس، كلش هواي ناس بسبب كذبة ابريل. بسبب كذبة ابريل. بعدين اهم. احتمي خطية. Thank you very much. طبعا البقايه نهشت رجلي نهش. الله العظيم نهشتها رجلي نهش. صار لي وايد تارك اللعبه فلين ماتي كلش نت جود نت جود ات اول. اوكي سياره كي اجيب هيد شوت. واو 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 واو. اوكي صاروا اثنين، صاروا اجتمعوا على السراء والضراء. بين علاوي زين هذا جواك حبيب انت يا حبيب قلبي. كو واحد بعد دا يرجع بيه. خش صدق شذيب. طلع راسك مرة. اوه ماي جاد محمد العراقي حياك الله ابو حسين. لك والله انت الورد لك. شنو هذا الدعم الخرافي يا ول؟ والله خجلت من عندك. شنو ترى ما يصير هيجي. اوكي بس اكو واحد فوقه وهجه بس انتظرني. اكو واحد وراي هم فوق. اوكي تشيرت ام اوت تشيرت ام اوت. تطر تطر تطر. What in the hell is going on here, man? هتفجر الساعة. هذول يمي بعد واحد يمي. لا تشاق لا تقول لي كلوزت. عندي بعد جولاج ما خلص. بعدها ما خلص الجولاج. لا لا لازم نفوز الجيم. لا يا معودين. راح اروح ارجع على نفس الغراض بس جوا صايره تذني اللي كانن جوا حبشكلات اللي كانن جوا. راح اجيبهن. حرامات والله مات سخيفه. شلون متى تيجي؟ اوكي اقدر اجيب الغراض. واحد جوا يمكن؟ لا يا معود لا 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 لا, لا. هذا اللي كتني انا علشتك. ماخذ غراضي سخيف. وقع هذا مباشرة راح ينزل. وقع مهم. وقع اهم. وقع اهم. عليه ماتي ذكر يوم ماتي خرا. ما ادري شلون قاعد داك انت الماضي من الخايس دارك اللعبه.
اوكي. انا وين طفر؟ نجح. عندي ارمر بوكس وضعيته كلش تمام. في شيء رهيب. اوه ماي جاد دود. بقى بس اثنين. انا ما ادري والله. 26 متر. يلا ما اوقع بيها. اوكي الحمد لله ما جت بي. كذا مباشرة. لا لا! تشاقة! تشاقة والله. الامر الى الله بعد. واحد بس. واحد علي من اخر واحد. جي والله. لا يا الكعبة. مرة واحدة رحت للجولاج حرامات. ما تجربناها. كذبة ابريل.